بالضبط سميتها الرافيا. الناس هذه كتطمط على اساس انها نخله وكيطوروها الناس كيحملوا ليها لي فيبر ديالها وكيكيطوها باش كتولي خيوط طوال كتمشي معاها. ومن بعد ملي كنجي مع 12 كنتغدى وانا بارد خدام تعلمتها خديت الباك ديالي. ومن بعد وانا نخرج لقيت انا خاصني ضروري مخدومش نعاود على الوالد ديالي ولا العائلة. ما كانش عندي واحد من القران ما كانش مأسيوري لافونير ديالي. كانت لي ولي كاينة واحد المشروع اللي سميتها المبادرة الوطنية التنمية البشرية اللي جابو سيدنا الله يسرو. كنحس براسي تغيرت علاش حيت قبل ما يكون هاد المشروع هذا كنت كنعطي الخدمة ديالي غير هنا في المارشي اللوكال وكلي ما كانش كيعطيها أهمية. وفضل هذا ودرت سيت انترنيت والحمد لله جاوني دي زيمايل مع الناس من برا ودرنا كونتاكت معاهم وريتهم البرودوي ديالي وهما بداو كيديرو كرياسيون ديال لي موديل ديالهم. ودينا بحال ما هكا الحمد لله دينا خدامين كومون صغير شوية كيكبر جاك ليان فور قدروا نوصلوا لواحد البرودوي اللي غادي يكون اونيفيرسال. عندي زبناء في المغرب وعندي زبناء في اسبانيا وعندي شي ناس يلا بدينا في المحاورات مع الناس في فرنسا وحدين في الانجليز. الخدمة هادي راها خدمة وميم طو راها فن. دونك انت خدام وتكيبانو لك افاق اخرين. بالنسبة للمبادرة الوطنية التنمية البشرية نقدر نقول لهم حاجة واحدة الله يرحم الوالدين. علاش؟ حيت هادوك الناس وقفوا معايا بزاف وقفوا معايا واحد الوقفة اللي زعما ديال الرجل الحديدي ما خلاونيش. علاش؟ حيت عارفوا عندي واحد المنتوج اللي غادي يوصل ان شاء الله وبقاو معاونيني. واخا كنكون عندي بعض الهفوات كيعاونوني لا ما ديرش هادي لا دير هادي. وبفضل واحد لي فورماسيون اللي داروا لينا بالنسبه لاكونتابيليتي بالنسبه لكيفاش تكونفاكو الكليان ديالك. دونك عاونونا دوك الناس صراحه الله يرحمني من الوالدين. عندي اليقين كبير بالله سبحانه وتعالى غادي نوصل وغنوصل بفضل الناس اللي معايا وحتى هما غادي يوصلوا ان شاء الله. غنوصلوا جميعا ان شاء الله.